آخ قولي. سلام. الله يسلم عمري. تعالي. أنا أول مرة حدا بيقول لي بحبك. وأنت؟ أنا كمان أول مرة بقولها. إيه بس ما سمعتك ولا مرة. آخ عم بتقولي. شلون ما سمعتني؟ بالمستشفى قلت لك ياها. بالمستشفى شلون بدي أسمعها إذا أنا مبناج ومغمى علي؟ ما سمعتها. سمعتها؟ سمعت بس ما شبعت. شلون لازم اقول لك اياها لحتى تشبع يعني؟ لازم هيك اسمعي شلون لازم تقول اياها. لازم تقول اياها بحبك 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 هيك رشتن ما بدي اياها دي راكب. هلا انت كنت تقول بحبك لنسوانك الاولانيات ولا ما كنت تقولها؟ بلا كنت اقول لهم اياها بس هن ما كانوا يقولوا لي اياها. يمكن لانه ما كانوا يحبوني. ما هيك؟ ما بعرف. بتصور لو شي وحده لو شي وحده منهم كانت بتحبني كانت قالي. ما كانت قالي. هاي 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 شو عم سوا انتو يا؟ يا مرتي. وإذا مرتك؟ روح عبطها بالبيت مو بالشارع. يلا تحرك من هون. عمى. كنت بدي أضربه بس خفت ترتعبي. يلا يلا بسرعة خلينا نروح. شو علي؟ شو علي؟ تصور يا عمي. انه ما حدا عارف وين كنت ولا حدا سأل عني. ما في داعي حدا يسأل. ما في داعي. نحن جنبك جنبك على طول. لكان وانا وعمك ما كنا بدنا نتركك بس الدكاترة قالوا ما في داعي. منيح اللي قالوا هيك الدكاترة. قصدي يعني كان راح علينا المشوار تبع امبارحة. بعد انت وياه على السيارة. صراحة يعني هيك الواحد بياخد راحته ما بيعود في حدا يعطلنا. مين بده يعطلكم؟ مين بده يعطلكم؟ اللي لا امسح رقبته انا بمسح رقبته. اذا قلت لك تمسح رقبته؟ ايه بمسح رقبته. انت ومرت عمي لسه دبقانين نفر دبقة. لا بتخلينا نقعد لحالنا ولا دقيقة واحدة. يا اخي هاي مرتي مو خطيبتي كاتب كتابي عليها. مرتي ولا مو مرتي؟ ايوه